هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث استقبل مطار العريش اليوم طائرتين أردنية وإماراتية تحملان عددا من المساعدات الإنسانية. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري في العريش. أهلا بكم وبكل سادة المشاهدين، نرحب بكم من مدينة العريش حيث لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة. إذا ما تحدثنا عن حركة المساعدات داخل مدينة العريش فبالتأكيد سنبدأ بمطار العريش واستقبال الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة التي تريد أن تقدم المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة. اليوم وصل إلى مطار العريش طائرتين، الطائرة الأولى قادمة من الأردن على متنها 18 طن من الأدوية، وطائرة ثانية أيضا قادمة من الإمارات على متنها 9 أطنان من الأدوية. كل هذه المساعدات استلمتها جمعية الهلال الأحمر المصري ومتطوعي الجمعية في المطار، وتم شحن هذه الأطنان وهذه المساعدات إلى المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري نظرا لتجهيزها وإرسالها عبر الشاحنات إلى معبر رفح البري. وبالتأكيد أيضا مطار العريش يعني سيكون له أهمية أخرى فيما يتعلق باستمرار الجسر الجوي في يعني إرسال المساعدات الإنسانية جوا وإسقاط المساعدات الإنسانية كما حدث بإقلاع عدد من الطائرات المصرية والإماراتية لدعم الأشقاء في قطاع غزة تحديدا في شمال قطاع غزة، لأن هذه المنطقة هي التي لا يصل إليها المساعدات في شمال غزة تحديدا، فبالتالي مجهودات مصرية كبيرة لإيصال هذه المساعدات للشمال في قطاع غزة. بخلاف أيضا مطار العريش هناك معبر رفح اليوم الذي لازال تتدفق من خلاله كل الشاحنات التي تدخل من بوابة معبر رفح، نتحدث عن دخول 166 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 114 شاحنة إلى منفذ العوجة، منها 20 شاحنة لدولة الإمارات الشقيقة. كل هذه المساعدات بها عدد كبير من المواد الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة التي بحاجة إليها الأشقاء في قطاع غزة، خاصة الجانب الصحي الذي أصبح متدهور للغاية والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، فبالتالي الحاجة لمزيد من المستلزمات الطبية يعني هم بحاجة إلى هذه الأدوات وهذه المستلزمات في هذه الفترة. أيضا دخول 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار بالإضافة لاستقبال عدد من المصابين ومزدوجي الجنسية، فنحن نتحدث عن مجال واسع ومسارات كبيرة وكثيرة يعني إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من قبل محافظة شمال سيناء هنا وكل المسارات التي حددتها مصر لدعم الأشقاء في قطاع غزة. عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو.